مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الولاية تسلم تجهيزات طبية لمستشفى ابن الجزار بالقيروان. الإطارة التربوية تطالب بحقها في الحصول على التلقيح. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عن تاريخ صرف الجرايات. أهلا بكم في التفاصيل. 3 آلات تنفس عالية الجودة لفائدة وحدة كوفيد-19 بكلفة 45,000 دينار من ميزانية المجلس الجهوي لولاية القيروان قدمها والي الجهة اليوم لمستشفى ابن الجزار في إطار تعزيز وتوفير معدات طبية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما تم توفير 6 آلات تنفس محمولة في المنازل لتخفيف الضغط والحد من تنقل المرضى، وقد تم الاستلام بحضور وإشراف مسؤولين من السلطة الجهوية والإدارة الجهوية للصحة وأعوان الصحة. تدعم إذاعة الحياة فام حق الإطارات التربوية في الحصول على تلقيح آمن وصحي تماشيا مع دعوة منظمة اليونيسيف لتلقيح العاملين بالمؤسسات التعليمية. هذا وطلبت الإطارات التربوية بمختلف الأسلاك بوزارتي التربية والصحة بإعطاء الأولوية للإطارات التربوية في التلقيح من أجل سلامتهم وسلامة التلاميذ وضمان استمرار الدروس والتحصيل المعرفي للتلاميذ بعد العطلة خاصة. وفي هذا الإطار تطالب نقابة الثانوي بالتسريع في برمجة عملية تلقيح للإطار التربوي وإعطاء الأولوية للأساتذة في التلقيح استجابة لتوصية اليونيسيف. مزيد التفاصيل مع عبد الرزاق الشامخي، عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي. التعليم الثانوي بمعهد عقبة بالقيروان، نشكركم على الحملة اللي عاملينها لتلقيح المربين. بصراحة هي ضرورة أكيدة، بما أنه ربما تلاحظوا زادة وتشوفوا أنه الكثير من المربين معناتها تعرضوا للعدوى بالكوفيد 19، ومنهم أنا، وما زلت عندي تقريبا اليوم السادس معناتها بعد اكتشاف أعراض أكيدة للفيروس هذا. الحمد لله أنا نحمد ربي على الأقل، ربما ثم زملاء أخرين تعرضوا ربما المضاعفات خطيرة برشا وكادت تودي بحياتهم. ما نحبش نذكر لساميهم برشا، وفيهم شكون دخل السبيطار معناتها، وفيهم شكون ما لقاش بقعة أصلا في السبيطار، ما لقاش معناتها بقعة في الرياض. الحمد لله على كل حال، احنا تعرضنا برشا صعوبات كمربين حتى في التحليل مش حتى في التلقيح. أنا واحد من الناس معناتها وقت اللي ظهرت علي الأعراض المؤكدة ومشيت مش نحلل، أعطوني رونديفو بعد 3 أيام. وبطبيعة الحال أنا مدامني نخدم وعندي عائلة زادة وكل شيء، وليت التجأت أني مشيت عملت في الخاص معناتها على حسابي الخاص يعني، وحتى الدويات اللي قاعد نستعمل فيها وكل شيء معناتها على حسابنا الخاص. دعوة من خلالكم وخلال إذاعتكم الفاتية مشكورة إلى تعميم التحاليل على الإطار التربوي. كما نادت نقابة التعليم الأساسي بدورها بضرورة توفير اللقاح للمربين من أجل تأمين مواصلة الدروس، خاصة وأن التلاميذ قد قضوا فترات طويلة في منازلهم. مزيد توضيحات مع عضو نقابة التعليم الأساسي بالشبكة محمد الحولة. التعليم الأساسي بالشبكة، مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين حياة فهم. بالنسبة للتلقيح، طالبة الجامعة العامة للتعليم الأساسي بيان سابق طالبت على غرار القطاعات الحساسة الأخرى بتوفير التلقيح لكافة الإطار التربوي باعتباره في خط الدفاع الأول، كما طالبت باعتبار المرض الكورونا مرض مهني يستوجب تكفل الدولة بجميع مصاريف العلاج، وذلك على غرار ما أوصت به منظمة اليونيسيف بإعطاء الأولوية للمربين بعد قطاع الصحة مباشرة لحماية الأطفال من كل أنواع الاستغلال المادي والاجتماعي عند توقف الدروس، وباعتبار أن كلفة إغلاق المدارس خلال الجائحة مدمرة للأطفال. لذلك من واجب الدولة أو السلطات المعنية تلقيح جميع كافة الإطار التربوي والعاملين بالمدارس أولوية مطلقة في ذلك. كما يطالب القيمون باعتبارهم في احتكاك مباشر مع تلاميذ بضرورة تحسين الفضاء التربوي ذات الجائحة بإعطاء الإطار التربوي الأولوية في جرعات التلقيح لضمان سير عادي للدروس واستكمال السنة الدراسية. وقد أفادنا لطفي البلحودي عن نقابة القيمين بالتصريح التالي: نحن عنا زوج ملايين تلميذ، معناتها كي تحكي على زوج ملايين تلميذ في النقل وفي الاتصال اليومي ببعضهم التلامذة، معناتها فما ريسك كبير أكثر من أي مؤسسة أخرى باش تتعرض باش العدوى تكثر
يقدروا يتعرضوا للعدوى. هي الحكاية كل شنية عندك أنت في وزارة التربية 200 ألف موظف معناتها 200 ألف جرعة، الجرعة بأنورو ما تتكلفش على الدولة، معناتها أنت مش جيب جرعة 400 ألف جرعة ب 400 ألف ورو ما شنية يكلفوا على الدولة. في المقابل أنت باش تخسر سنة دراسية، وإلا باش تخسر برنامج في سنة دراسية، ويطلع التلميذ النيفو الآخر يطلع ضعيف ويطلع ناقص. هو شي يقول لك، يقول لك يا خويا ما تشوف الموجات هذيا نتاع الكورونا وتقف إلا ما يكون 70% من البوبيلاسيون 70% يمرضوا يلقحوا. أنت تحب 70% يمرضوا ولا تحب 70% يلقحوا؟ بالطبيعة باش نمشيو 70% يلقحوا، والأرواح البشرية ما عندهاش حتى سوم. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الثلاثاء أنه تم تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم بعد غد الخميس 22 من هذا الشهر، بدلا من التاريخ الاعتيادي المحدد ليوم 25 من كل شهر. وكشف الصندوق أن سبب التقديم يعود إلى أن يوم 25 من أبريل الجاري يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. دوليا نبهت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف المواطنين بشأن تلقي المعلومات حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، ودعت إلى ضرورة معرفة المعلومات الصحيحة والانتباه إلى الأخبار المضللة، ما جعل الناس غير محميين ومعرضين للإصابة بالمرض وانتشار الخوف والوصم بينهم. وقالت المنظمتان تأكد من حصولك على الحقائق من مصادر موثوقة من قبل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. هذا وتعمل اليونيسف مع خبراء صحيين دوليين على مدار الساعة لتوفير معلومات دقيقة. تنعى الأسرة الطبية وأسرة إذاعة الحياة فام المغفور له بإذن الله الدكتور نبيل بويحيى الأخصائي في طب العيون إثر وفاته يوم أمس. هذا وتتقدم أسرة إذاعة الحياة فام إلى كافة العائلة الطبية ولعائلة الفقيد وذويه بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته جميل الصبر والسلوان. نهاية نشرة الأخبار، كان معكم حسن النبتي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.